السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس راح يكون شرح عن دالة الديليت وشون احذف اي عنصر من داخل الليست. لو نجي نفتح برنامج الفيجوال برولوج، اذا برو 3 عندي الكود جاهز حتى ما نطول بالشرح. فاكيد راح نعرف بالهاز دومين، اول شيء راح نعرف الليست بهذا الشكل. طبعا هنا سي اتش نعرفين انه احنا انتجر ليست، أو نقدر مباشرة نكتب هنا integer list. تمام، بعدها راح أعرف الاندكس اللي أريد أحذفه، راح أقرأ الاندكس والليست من الشاشة، بعدها أرسلها إلى دالة الديليت. فراح أرسل للإكس اللي هي عبارة عن الليست والاندكس اللي أريد أحذفه، بعدها راح أستلم الواي واللي هي الليست الجديدة حتى أطبعها بالستوديو دوت رايت. فأكيد هنا عندنا recursion، وراح يصير عندنا شرطين توقف. فالشرط الأول إذا كانت list أصلا فارغة فراح ترجع لي list بهذا الشكل، أو إذا الـ i وصل للواحد. إحنا مثل ما نعرف إنه بدالة الـ insert حتى نوصل للـ position أو الموقع اللي إحنا نريده راح نبدي نقول الـ i2 تساوي الـ i ناقص واحد إلى أن يصل إلى أصغر أو يساوي واحد، بما معناه وصلنا للموقع اللي نريده إحنا. فاحنا بكل مرة راح نجزئ هذه المصفوفة الى x و y، ايضا هاي الى x ب y2. فبكل مرة قاعد ننقل ال x من هذه الليست الى الليست الثاني، والاندكس ثابت مجرد قاعد ننقصه وندزه من جديد الى ان يصل اصغر او يساوي واحد. فمكان ما ندز ال x اللي هو العنصر اللي اريد احذفه، يعني انا توقفت عنده، فراح ادز مباشرة فقط ال y، فراح ينحذف يعني عنصر الاكس اللي اني وصلت اليه. فالليست الجديده راح تكون عندي بهذا الشكل مثل ما نشوفها بالتنفيذ من بولد. نختار الويندو، بما انه هنا المصفوفة عندي انتجر فراح اقول 1 2 3 4 45 55. اوكي، هنا طلع لي ايرور. لو شوف شنو هذا الايرور، ما استقبل لي هذه الليست. ليش ما استقبل لي اياها؟ لان انا ما دخلتها بين اقواس، لذلك يطلع لي ايرور. لو ارجع انفذ من جديد من بولد، اختار رينو ويندو، كنسل، مفروض بهذا الشكل يكون ادخال بين اقواس 1 2 3 4 5 6. اذا حاليا لو اي اندكس اريد احذفه، مجرد ما ادخل القيمة مالته ليكون اندكس الثالث، فالمفروض احذف لي 3. فالليست الجديدة راح تصير عندي 1 2 4 5 6. اكيد دالة delete من اريد اعرفها بالمين دوت سي راح تكون بهذا الشكل، delete نقطتين الليست الاولى والليست الثانية اللي هي y، بعدها البرامتر اللي بالوسط راح يكون عندي نوع انتجر عبارة عن الاندكس. اكيد راح يكون عندي input output. هاخذ الفايل out، راح يصير عندي input output. خلينا ننفذ ونجربها مرة أخيرة، انتر. حاليا لو دخل 22 33 44 55 وأريد أحذف العنصر الأول، إذا بقى 33 44 55 بالليست الثاني. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، شكرا لمتابعتكم.